لكم شي بخير واموركم مزيانه. البنات اول مره في القناه ديالي غادي نوريكم واحد المحافل مع هذه الصباط شي حاجه واعره. انا بالنسبه ليا انا جيت غير مع واحد السيده تقدا شي سلعه عجبوني زارتيكل قلت علاش لا ما نبارطاجوش مع صحاباتي عجبتها شي حاجه اكيد غنحط لكم الرقم ديال السيد تواصلوا معاه وسولوه جو عنده. اهم حاجه ضيف المعامله ومحكوم. انا كتعرفوا لي الثلاثه اللي ما كانوش في المحل ما كنوريو حتى شي واحد. مرحبا بكم كاملين غتشوفوا معايا الصنيدلات اللي هما زوينين. شوفوا لي هذا الموديل هذا خطير في الزوينات واعرين اثمنه بجد جد مناسبه تواصلوا معاه راه ضروري يعطيكم الاثمنه. هادو كومبونسي البنات فيهم يمكن دخول. وبالنسبه لهادو راه الطالون البنات شوفوا لي كيحمقوا. انا عجبوني عندو لي زارتيكل وحتى لا كاليتي. شوفوا الخدمه كيفاش دايره. شوف ماشي اي حاجه اللي كاينه في السوق عنده خدمه متقونه واعره ويمكن كان عنده السلعه ديال لامبورطاسيون ما عندوش غير سلعه لوكال. البنات شوفوا لي الصنادات كيفاش كيحمقوا. اللي عجبتها شي حاجه غير تواصل معاه في الرقم ويعطي الثمن اللي هو مناسب وبالاخص اذا قلتوا ليه من طرف امينه وغادي اكيد غادي يربحكم ثمن سبيسيال. لان هذا هو الموديل اللي كيعجبني كنلبس. هادو فيهم بالي عندهم لينات باهين البنات وموديلات طوب. اختي بالنسبه لهادو شحال كتبيعو نتو؟ ميتين وثمانين ولكن بالنسبة للناس اللي عايشين من طرفك ان شاء الله 250 درهم. شوفوا هذا البنات راه كومبونسي وكونفورتابل فوج ماشي في شي حاجة شي حاجة نابورت كوا شي حاجة اللي زوينة لأن بزاف الناس ما كيبغيوش الصندالة اللي كتكون شوية قاصرة كتضر فوج. شوفوا لي هذا شوفوا لي السنادات هذه تلبسها مع جلابة مع تكشيطة الناس اللي ما كيبغيوش يلبسوا الطالون. هذه كتلبس حتى مع البلدان مريحة كتجي مريحة عندك في هذا اللون عندك هذا عندك النوار. شوف لي هذا الموديل شوف هذا الولد والله حتى فنان باش كتلقاي هاد الستيلات بحال هكا الدراري فنان تبارك الله عليه وتبارك الله عليهم لي جون عندهم ما يقولوا في الموديل. شوف لي النوار كيفاش كتجي كتحمق. شوفوا لي هاد انا هادو هما الستيلات ديالي هانتوما شوف ديال الاوريجينال هادي كومب هانت الاوريجينال هادي راه ميديكال السوميلا ديالتها. انا حيت هاد الشيء اللي كان كيعجبني نلبس. شوفوا لي هاد الشكل هذا وبلا كتجي فنه. شوف اللوينات كيحمقوا لون تيلستيك في اللون. شوف بالنسبه لهادو اختي شحال ديالهم هاد السنادات؟ حتى هما 280 ولكن اكيد غنديرو لكم ان شاء الله. المهم راه غنقص لكم اختي شنو سميتك باش يجيو عندك سلمى. البنات جيو عند سلمى الغزاله اذا ما تعاملتش معاكم مزيان عيطوا عليا. لا لا تبارك الله على غزاله هي غزاله ومعاملتها غزاله. المهم اختي سلمى باش ملي يجيو غيعرفوها مباشره. كتبان يا سلمى وريتك انت شوفوا لي الزين تعاملي معايا على سلمى ضيفه مؤدبه وموديلات عندهم واعرين وكيستحقوا تشجيع هاد الناس هادو. شوفوا لي السنادات شوف شوفوا شوف هادو كنشوفو هنا في الانستغرام هما اللي حاطين عندهم اثمنه موديلات واعرين البنات ديال الانستغرام. شوف شوف النوار النوار بداك الكغي كتجي واعره وما غنساوش لي باسكيت. شوف شوفوا لي السبه ديال كومبونسي البنات. شوفوا لي صحابه البلا شي صنداله داوي على راسها. شوف داوي على راس الصنداله. شوفوا لي هذه بالصبع البنات صحابه السبور اللي كيبغيو شي حاجه بالصبع وميديكال باينه السميله الناس اللي عندهم مشكل في الدار ولا بصوما مرتاحين. شوفي دي هادو راه باللوينات. انا ما غاديش ندير لكم فيديو طويل البنات والله حتى بغيت نوريكم المحل. شوفوا لي خطيرين وما غاديش ننسى. شوفوا لي هادو شوف غير تمتعوا لي مع يوسكم. شوفوا لي هادو هادو البنات 130 درهم ما يمكنش ما يمكنش هادو ب 130. انا راني واخده في المواطن شوف واخده في المواطن زوينه وصحيحه وما كتضرش في رجلي. انا ملي كنلبس النظاره كدير ليا كلاكاج الا ما كانتش مزيانه السمنه ديالها. بالنسبه لهذه مريحه 130 درهم. شوفوا لي هذه فيها لوينات شوفوا لي كول. شوفوا لي هذا الموديل عاوتاني قالوا لي هذا الموديل كيفاش داير. يلا البنات والعيالات تهلاو في يوسكم وجيو عندهم هذا المحل راه واعر في المعارف. غنخليكم الرقم ديال التليفون وغادي تجيو عندهم. شوفوا لي السنادات كيفاش دايره تيحمقوا. شوفوا لي شوفوا عنده بزاف ما يتشاف وما غاديش ننسى لكم الصنادل ديال العرايس حتى جوج. شوفوا لي ديال العرايس كنمشي عليهم قولوا واش غادي تدوق راه ما كنلبسش هاد الشوك كنعجبني. شوف ما تقولوش لي لا ولتي لا هانتو انا ما تلبسهمش. هاي 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 لا تلبس واو باش تعرفوا غادي تدوق. شوفوا بالنسبه لهاد الراجل طالي انا اختي شحال دايرين هادو 280 ولكن بالنسبه ل 280 بلا جيتو عندها غادي. شوف 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 شوفوا اللوينات كتيحمقوا
شوفوا مع جلدتي كيبان انت. واو الف ساعه امينه الف ساعه. غطيحي ولا طيحي اختي اكثر الشطالون طيح اكثر من نايت. شوفوا لي شوفوا لي هذه هادو فاهمين البنات غزالين دومي طالون فنين دومي طالون الناس اللي ما كيتوش لهنا. شوفوا النوار شوفوا لي اللون كيفاش داير شوفوا لي واو داكشي تلاكلاس شوفوا لي شوف شوف البنات جيو تهلاو فيوسكم هنا يا اختي شوفي لي شوفي لي اللي كتلبس الطاولة هالي هانتوما يجيو عند لالا سلمى غتهلا فيكم الصناد لا تكلهم المحل واعر أما ليه واعرين انت هما ضيفين ومؤدبين ومرحبا بكم كاملين كنتمنى يكون عجبوكم هاد الموديلات شوفوا لي الصنادلات انا هادو هما ستيلات ديالنا كنلبس بحال هادشي كنلبس هاد الموديل هاد الموديل باش تعرفو هاد الموديل هادو فنين وهادو خطيرين وهادو تا هما زوينين هادو بومبونسي تحية اختي بديعة كتلبس هاد الموديل كيعجبها وكتكون فيه مرتاحة شوفي لي هادا شوفي شوفي شوف الصندله البنات كيفاش دايره وبومبي من هنا شتي ملي كتلبسيها ماشي ديك الصندله اللي واقفه كدير كلاكاج في رجليك لا شوف الصندله شويه واحده احسن لك من جوج ثلاثه شوفي لي هادو بحال البليغات شوفي لي هادو بحال البليغات هادو بليغات البنات شوفوا شوفي لي هادي بالكرون ميطك كيفاش دايره فنين شوف في الحقيقه هاد المحل ما عطاتوش حقه المهم انا وريتكم شويه من بزاف وصلنا ديال المناسبة تختي جيو اكتشفوا اللوزر جيو نتوما وشوفوا عندو اشنو كاين انا قلت لكم بغيتكم غير شوية لا ما درتش لي فيديو والله العظيم انا بغيت نوريكم نتوما اشنو فين تقداو شوفي لي هذا شوف شوفي المكسر كيحمقوا فيه الالوان شوفي لي السنادلات كيفاش دايرين يلا يلا البنات باليو ملي تفتح الفيديو نهجموا عليه نهجموا عليه جيو لي صدعوه بزطوا لي السيد هانتوما شوف شوف انا كنوريكم بزاف الموديلات اللي كنلبس انا شوفوا لي واه واه كونفورتابل انا اي حاجه كونفورتابل كنمشي لها بيديا فيها اللوينات من الشوفه كتعرفي الحاجه اللي كونفورتابل والحاجه اللي قاصحه هادو كونفورتابل البنات شوف شوف الويفي كتحمق خفيفه ظريفه داكشي ناضي كنادي خلاوها الدراري شوف يلا البنات مرحبا بكم ما تزكلوش هاد المحل شوفي لي هاد البليغات ديال الناس اللي كيبغيو المناسبات ما كيبغوش يمثلوا هادو كلهم فنانين مولدات زوينين مخدومين ونقيين خدمه نقيه البنات خدمه نقيه قلت لكم نقيه نقيه وعلى حسابي جيو عندهم تعاملوا معاهم راهم مضريفين وبالنسبه اللي بغيتو البنات كيديروا في كازا وخارج كازا راه سولتهم وهذا جدي عليكم اللي يخطيكم تهلاو ليا فيوسكم وبسلام عليكم والمحل هو هذا السيد هذا ضيف مؤدب ومصور عنده محل هنا في المحل الثاني عندنا في مرجان ديال الهراويين عنده في مرجان ديال الهراويين باش اللي جا قريب تما يمشي تما ان شاء الله الاسبوع الجاي نديرو ان شاء الله رقم جوج الارقام لقيته هنا لقيته تما اللي قريب هادشي بلاصه يمشي ليها حيت تما الصراحه الواحد بزاف ديال الجيران ديال دوك الكوليكتيف ديما حلينا حنا ملي جات المناسبه خدينا واحد المحل تبارك الله زوين تاهو دابا يشوفوا فيه ديالنا الله يكمل عليكم بالخير داكشي رفيع وفيه زعما جا ولكن حنا قبل المرجان ما صافي ما وسط المرجان عندنا المحل تما الحمد لله ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله مفاجاه ترقبوا عاوتاني ان شاء الله ان شاء الله اكيد الله يسخر لكم البنات تهلاو ليا فيوسكم سلام اختي امين اعانكم الله